إلى تركيا، حيث يجري الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم زيارة رسمية إلى أوكرانيا تلبية لدعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أردوغان الذي من المتوقع أن يحضر الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين سيتبادل وجهات النظر مع نظيره الأوكراني حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما منها الأزمة الأوكرانية الروسية. وكانت قناة RT خبر التركية قد ذكرت أن واشنطن وأنقرة بحثتا أزمة أوكرانيا قبيل زيارة أردوغان إلى كييف، وأن الجانب التركي أكد أنه سيسهم في حل هذا الأزمة عن طريق الدبلوماسية. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي أحمد غنام. أهلا بك أحمد، ماذا في تفاصيل الزيارة خاصة في هذا الظرف المتوتر؟ بالفعل في ظل هذه الظروف المتوترة يسافر اليوم الرئيس التركي على رأس وفد كبير ورفيع المستوى إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك من أجل المشاركة في الاجتماع للخطط الاستراتيجية بين تركيا وأوكرانيا، وكذلك يحمل في جعبته الرئيس التركي حسب الصحف التركية خارطة الطريق لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعتبر تركيا نفسها أنها من أكثر الدول المتضررة في حال نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيما وذلك بقربها من مكان أو نشوب أو ميدان الحرب إذا ما نشبت، وكذلك نظرا للعلاقات التجارية والسياسية التي تربطها مع كل روسيا وأوكرانيا. فعندما نظرنا إلى لغة الأرقام فإن عدد السياح الروس والأوكرانيين يشكلون تقريبا 30% من السياح الذين يفدون إلى تركيا في كل عام، وكذلك إذا ما نظرنا إلى الواردات التركية من الغاز الروسي والقمح الأوكراني فإنه يشكل تقريبا حوالي أيضا 30% من الواردات التركية، وكذلك في خلال العامين الماضيين كانت حجم الاستثمارات والعقود الموقعة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا تقريبا تبلغ قرابة 40 مليار دولار، فبالتالي هناك علاقات تجارية ضخمة تربط بين تركيا وكلا البلدين، وكذلك كما تعرفين أنه يوجد هناك تداخلات سياسية في العلاقة بين تحديدا بين تركيا وروسيا، خاصة في بعض المناطق في سوريا وليبيا وكذلك في جنوب القوقاز وكذلك في وسط آسيا، فبالتالي ترغب تركيا في حل هذه الأزمة، خاصة من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بأن لا يمكن الحديث عن حرب في هذه الظروف الدولية، وكذلك بالأمس كان هناك انتقاد من الجانب التركي على لسان المتحدث باسم العدالة والتنمية لأن التصريحات التي القادمة من الغرب وكذلك من واشنطن لا تستهدف حل الأزمة الروسية، إنما تزيد من الأزمة، وخاصة بأن هناك تصريحات تأتي إلى جانب أوكرانيا ودعمها عسكريا أيضا، كما نعلم أن لدى تركيا علاقات مع علاقات بيع تجارية، علاقات بيع مسيرات للجانب الأوكراني، وهذا ربما يزعج الجانب الروسي، فبالتالي تحاول تركيا الوقوف على مسافة واحدة من كلا الطرفين، وأن لدى تركيا القدرة على لعب دور أحيادي في دور الوساطة الذي ستقوم به بين روسيا وتركيا، وخاصة أن الرئيس التركي تلقى ردا إيجابيا من الجانب الروسي في حينما دعا الرئيس الروسي لزيارة تركيا عقب زيارته إلى أوكرانيا، وكان الرد الإيجابي من قبل الكرملين بأن الرئيس الروسي سيزور تركيا خلال الأيام القادمة. نعم، أحمد غنام مراسل العربي في إسطنبول، شكرا جزيلا لك مشاهدينا.